ومعكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده في كوره على الهادي، وواحد فعلا من هداف الزمن الجميل. انا واحد من الناس بجد اللي يعني شفته وشفت لعبه وشفت اداؤه، وبجد واحنا اطفال دايما كنا بنقول الكابتن محمد عبد الجليل احسن لاعب في مصر، احسن هداف في مصر. انا برحب بيك جدا يا كابتن. شكرا يا احمد، ميرسي، وشكرا على التقرير الحلو دوت، ومبروك البرنامج والله. وكان نسينا نديك اكتر من كده كمان، لان حضرتك فعلا هداف من الزمن الجميل. ربنا يخليك. الحمد لله. بحيي حسن السعداني بجد على اختيار العنوان. محمد عبد الجليل هداف من الزمن الجميل. الله يخليه، ميرسي. وخلينا نرجع بقى بالذاكره كده للزمن الجميل. نتكلم كده عن الكابتن محمد عبد الجليل وبدايته في النادي الاهلي. انا يعني بدايتي كان عندي 12 سنه، وعملت الاختبارات في النادي الاهلي، وكانت في الافات كتيره قوي في المدرج. وبعدين قلت لنفسي معقول انا هقبل في وسط الافات ديت، ونزلت الملعب بعد تاني لمسه على طول. يعني اول لمسه وتاني لمسه الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه، يعني نادهلي وعمل لي صح في البطاقه بتاعتي، وقال لي اسمك ايه؟ قلت له اسمي محمد عبد الجليل. قال لي ماشي يا عبد الجليل، تعالى بكره. كان هو اول واحد يقول لي عبد الجليل دي. فطلعت بقى بعد كده عبد الجليل وجلجل والحاجات الحلوه دي. من تاني لمسه بالظبط؟ من تاني لمسه. كابتن مصطفى حسين الله يرحمه كان عيني حلوه، وفعلا زي ما بيقولوا ابو الاشبال يعني. وحضرتك كان عندك 12 سنه، كان اول سنة. بدايتك في النادي الاهلي. في النادي الاهلي. كنت بركب الاتوبيس من المطريه، انا من المطريه، وانزل التحرير واتمشى على كوبري قصر النيل. قعدت على كده حوالي 7-8 سنين في الناشئين يعني، لغايه لما جه الكابتن انور سلامه، واحنا عندنا 18 سنه. انا وهاني رمزي وعمرو انور وعادل عبد الرحمن. وصعدنا 18 سنه في النادي الاهلي. لعبت بقى مع الجيل العظيم بتاع الثمانينات، اخر الثمانينات والتسعينات، كابتن ربيع وكابتن شوبير، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن طاهر ابو زيد، مثل الاعلى كابتن علاء ميهوب. شفت ناس في الملعب كنت بقعد اتفرج عليهم، كابتن اسامه عرابي. لا حسام حسن، كابتن ابراهيم. بص شويه لعيبه ما يتعوضوا. طلع بقى علينا هادي خشبه، وليد، محمد يوسف، دول يعني. وكان ياسر ريان واحمد فهم الله يرحمه، من اللعيبه اللي كنت بستمتع معاها يعني. واحنا 18 سنه رحت منتخب مصر مع انا وهاني رمزي مع كابتن جوهري. تصفيات كاس العالم من 88 ل 90. لعبت في التصفيات حوالي 3 ماتشات. كان ليا الشرف. قبل ما نروح للمرحله دي يا كابتن، ايه المباراه اللي كانت سبب في شهره كابتن محمد عبد الجليل؟ المريخ البورسعيدي، كان تاني ماتش ليا في الدوري. كانش الماتش مذاع، كان في 80,000 في الاستاد. فكنا كسبانين 1-0، ونزلت اخر ربع ساعه الكره نزلت على خط ال 18 كده، وحطيت وش رجلي لقيتها راحت في المقص. فمن ساعتها اتعرفت يعني. والجون بقى اللي شهرني قوي كان جون المصري، كان في الله يرحمه عادل عبد المنعم. كان في لعبه زمان كده بيسموها كنافه. هي بيقولوا عليها كانو. ده عامله ازاي دي يا كابتن الكنافه دي؟ بتسحب الكره كده وانت بتجري زي الموزر ولا لا، بس الكره ما بتطولش من رجلك يعني. انت بتاخدها كده. فدخلت، كان حمود ابو الدهب، مصطفى ابو الدهب، وكان علي السعيد على ما اظن، وعملتها كده وعديت من اول واحد وتاني واحد، لان انت ما بتبقاش متوقع ان كانت لسه جديده. وبعدين كانوا بقى عملها بعد كده في 94 يعني، انا عملتها في 89. الكنافه اللي لعبت دي. وحطيتها في عادل عبد المنعم، وكانت من الاجوان ميمي الشربيني قال عبد الجليل قماشه ثانيه يعني، قماشه حلوه يعني. نروح بقى لمباراه الاهلي والزمالك. جبت اهداف في مباراه الاهلي والزمالك واحرزت اهداف، وكانت برضو في مباراه كانت سبب شهره الكابتن محمد عبد الجليل قوي يعني. يعني هو انا لعبت اول موسمين، كان ضد الزمالك اول ماتش كان 1-0 لينا، كان علاء ميهوب، وكنت انا اللي عملت له الجون. وكان ليها قصه طريفه قوي، لان انا كنت بلعب طول الموسم مع مستر فايتسا تحت الفراوده يعني. كان 2 فراوده وانا تحتيهم حر. فكان الماتش ده كان احمد رمزي السنه دي فايق قوي، كان باك ليفت. ففايتس قال احنا هنلعب ورا احمد رمزي، فهلعبك وينج رايت. فقال لي انت شايف ان احمد رمزي تقدر عليه؟ فانا كان احمد رمزي فايق قوي، وبعدين انا ما لعبتش وينج رايت خالص. ف انت عارف اللعيب المصري كده، بيني وبينك ما اعرفش مين زقني. قلت له هو احمد رمزي يعني زياده عني ايد ولا رجل؟ فالكلمه دي عجبته قوي. فدبست انا في الماتش دوت،
قال لي تخليك ورا احمد رمزي ما ترجعش بعد نص الملعب. بدر قطعها فعلا الدهاني عديت من هشام يكن وعملتها بالعرض على نفس اللي الراجل قاله بالظبط وكسبنا وخدنا الدوري ساعتها. ويمكن الموسم بقى 93 94 كان احسن موسم ليا. جبت جون اللي هو دوت كان محمد رمضان عملها لي وانا حطيتها ببطن رجلي، كان حسين السيد فاكرني احطها له في القريبه حطيتها له في البعيده يعني. دي من الاجوان اللي انا بعتز بيها قوي يعني. طيب نيجي بقى لقصه ثانيه. معروف ان الهداف بيلبس رقم 9 بيلبس رقم 10 بيلبس 11 عادي اوكي مفيش مشكله خالص. انما جت منين قصه رقم 3؟ يعني حضرتك انت كنت ترتدي تيشيرت رقم 3 رغم ان حضرتك كنت بتلعب مهاجم، ازاي بقى جت قصه رقم 3؟ كنا في الناشئين في النادي الاهلي، ودي كانت بعد الله يرحمه صباح حسين ما بتحصلش كتير. كان كل سنه يودينا سفريه كندا المانيا نلعب بطولات هناك واحنا صغيرين. فانا كان عندي 17 سنه ورحت البطوله ديت وكنت لابس رقم 3. فعملت بطوله حلوه قوي، خدت احسن لاعب والهداف ساعتها وخدنا البطوله دي. فانا لما رجعت فضلت البس 3 ديت. لما طلعت الفريق الاول طبعا كابتن مصر اللي لابسها ربيع ياسين، طب هلبسها ازاي دي؟ فقعدت لبست شويه 18 شويه مش عارف 9 مره واحده لبست 10 لقيتها تقيله عليا قوي. فضلت تايه في الملعب بالماتش ده، ما قلت مش هلبسها تاني 10 دي كانت تقيله. ده من باب بقى التفاؤل والتشاؤم يعني بالرقم؟ لا ولا لا لا ما كنتش قادر اخد الرقم 3 كان الكابتن ربيع اللي لابسها. حتى في ماتش جه كابتن ربيع راح قلع الفن وراح مديهالي قال لي البس رقم 3، قلت له يا كابتن ما ينفعش. قال لي لا البسها النهارده. بعد ما اعتزل الكابتن ربيع فضلت لابس 3 دي لان مش من التفاؤل بس انا ربيع ياسين اعتزاز بيه طبعا، راجل اخلاق وراجل محترم وشجعنا واحنا ناشئين. الميزه في النادي الاهلي كان اي حد يطلع كانوا بيشجعوه كويس قوي. طيب الكابتن محمد عبد الجليل كان هداف النادي الاهلي موسم الثاني الثالث، فجاه بنبص لقينا الكابتن محمد عبد الجليل خارج النادي الاهلي وبينتقل الانتقال لنادي الزمالك. ازاي جه الانتقال؟ يعني الناس كلها كانت مستغربه، يعني كانت محمد عبد الجليل واحد من اهم اللاعبين اللي كانت بتلعب في النادي الاهلي وفجاه الموسم اللي بعده بقى في نادي الزمالك. كان موسم حلو اللي انا عامله كمان يعني كان تقريبا موسم 94 94 94. حتى ألان هاريس المدير الفني الانجليزي قال لي انا ماشي وانا كاتب في تقريري ان انت نمره واحد في النادي يعني. لان انا كنت عامل معاه موسم حلو قوي. هم في لجنه الكوره كان ساعتها الكابتن طارق سليم وكان بالانابه محمد رمضان لان الكابتن كان بيسافر كتير الله يرحمه يعني. والمجلس اجتمع وانقسم المجلس نصين، نص قال يمشي ونص قال يقعد. واللي رجح كفه ان انا امشي محمد رمضان مع انه يعني من اعز اصحابي محمد رمضان وكنا على طول بنسهر سوا. هو اللي كلمني وقال لي احنا خدنا القرار ان انت تمشي يعني. وكان ليا الشرف طبعا. كنت هداف الفريق وكنت رقم هم كان ليهم وجهه نظر. الفني اللي كان تقرير بس هم متهيألي ما قروش التقرير بتاع ألان هاريس، هو كانوا واخدين القرار يعني. كان ليا الشرف بقى ان انا المستشار مرتضى كلمني والمستشار جلال ابراهيم وانضميت على طول لنادي الزمالك وانا من الناس المحظوظه اللي لعبت اهلي وزمالك ومنتخب مصر يعني مش لعيبه قليله اللي لعبت في اكبر ناديين في مصر. اتضايقت لما لقيت في قرار استغناء عن خدمات الكابتن محمد عبد الجليل في النادي الاهلي؟ ساعتها قعدت اسبوع كده متضايق شويه يعني برضو يعني ما كانش في سبب قوي ان انا امشي يعني. انت بتقول كان احسن مواسم ليا فعلا بس لما دخلت نادي الزمالك والجمهور استقبلني، لعيبه في الملعب كلهم زمايلنا في المنتخب، كابتن اشرف كابتن اسماعيل كابتن هشام صاب مرعي ايمن منصور، جيلي بقى كان عفة نصار، الجيل اللي بعديه صبري وحازم امام كبير، ولقيت نفسي خالد الغندور، لقيت نفسي في نادي الزمالك سنتين بس طبعا ما كملتش بقى اعتزلت بعديها يعني. كنت راضي على التجربه بتاعتك في الزمالك كابتن ولا شايفها ازاي؟ كانت ناجحه ولا كانت لا والله مش وحشه يعني. احنا كنا رحت كان فريق الاحلام كنت انا وايمن وايمن شوقي بنديله الصحة وأحمد الكاس وكنا جايين من بره وكان قاصي سعيد من الجزائر وزائد بقى الكوكبة بتاع نادي الزمالك الموجودة كان لعيبة. تخيل أنت الناشئين كانوا طالعين صبري حازم إمام معتمد سامي الشيشيني كانت تقال ما بالك بقى اللي في الملعب. فكنا فرقة زي ما بيقولوا فرقة الأحلام وساعتها كنا متصدرين الدوري فرق 12 بونت عن النادي الأهلي. الدور الاول كان خلص والزمالك فرق 12 بونت.
حصل شويه مشاكل الدور الثاني والاهلي خد البطوله في اخر ماتش. يعني دي حقيقه. طب ليه كابتن محمد عبد المجيد ما استمرش اطول وقت ممكن في الملاعب؟ يعني حضرتك كنت قلت انك كنت راضي على تجربتك في نادي الزمالك، ولكن بعد موسمين تقريبا خدت قرار ان انت تعتزل الكره رغم ان كان لسه سنك كيدي في الملعب. يعني انا اهملت شويه في الكوره، واهملت شويه ما اهتمتش بالكوره للاسف يعني. فبعت، ودي من يعني احد الاسباب ان الحمد لله في قطاع الناشئين او في شغلي في التدريب فادتني يعني. دلوقتي بقيت اعرف التركيز والاهتمام. ظلمت نفسك انت يا كابتن محمد. بس كل واحد بياخد نصيبه. انتوا جايبين لي جوان حلوه دلوقتي، وانت بتتكلم عليها حلوه، يمكن في الاعداد بره برضو قعدوا يقولوا لي انت كنت لعيب جامد وانت من احسن اللعيبه في مصر. الله يخليك. طبعا يعني الكلام ده بيبسطني. و يعني حضرتك كبير يعني، تاريخ كبير والتاريخ ما ينفعش يتشطب. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك ليا. يعني ده ما ينفعش يتشطب خالص. الحمد لله الحمد لله، وكل واحد بياخد نصيبه. وانا قلت لك التجربه دي فادتني في شغلي بعد كده. يعني حضرتك لعبت اهلي ولعبت زمالك، ايه الفرق بين المنظومه داخل النادي الاهلي والمنظومه داخل نادي الزمالك؟ على ايامنا كانت في فرق كبير يعني. كان الاهلي كان مفيش حد بيخش اوضه اللبس غير اللعيبه بس. لو اخوك ما يخشش معاك. دي انا بقول لك ابسط حاجه الف ب. لما انتقلت في نادي الزمالك في حاجات كتيره كنت بقارن بين هنا وبين هنا. ما كانش ينفع اقارن. ده اللي تعبني انا وايمن شوقي شويه. ده كنت في منظومه في النادي الاهلي دي بيبقى مقفول عليك خالص. مرات نادي الزمالك كان في العصر الايام. انا لو لعبت في العصر دلوقتي انا كنت كملت كويس قوي. في الاحتراف دوت والمنظومه بتاعه. هرجع لسنه 94 سنه بقى رحيل الكابتن محمد عبد الجليل نادي الزمالك. رحل معاك تقريبا الكابتن ايمن شوقي والكابتن عادل عبد الرحمن. ايمن وعادل، بس عادل ما راح السعوديه، ما كملش معانا يعني. ليه يعني ليه دايما الكابتن عادل الرحمن لما بيطلع في اي حته يقول لك انا احرف من الكابتن محمد عبد الجليل؟ عدوله؟ لا، عادل دخل كده معايا انا وعمرو انور. قال لك المثلث الذهبي، اوعى تكون جايبه على الهوا. انت جايبه. ازيك يا عدوله؟ طب قول الو. ازيك يا دوله؟ يعني هو بيدحرجك. ما انا ما قلتش حاجه يا عادل. يعني هو الراجل قال لك دحرجك، اداك واحده كده كعب على راسك. بس انا اسالك سؤال، انت حشرت نفسك ليه معايا انا وعمرو انور؟ انا بس كل سنه وانت طيب. طبعا معانا الكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق شباب النادي الاهلي. مبروك يا دوله. الله يبارك. هفرمك انت حر. هقابلك السنه دي ان شاء الله. هي الموضوع مش موضوع مقابله، الموضوع موضوع ان احنا في الوقت الحالي في رمضان. اولا كل سنه وانت طيب. انت طيب يا دوله. السلام يا كابتن. وانتوا يعني وحشنا جدا حبيبي. وتحياتي ليكم انتوا الاثنين. يعني انا سمعت شويه منكم من الحلقه بتاعتكم. طبعا الكابتن محمد عبد الجليل من اعز الناس لقلبي، دي حقيقه. ربنا يخليك يا عادل. لان احنا متربيين سوا، الايام الحلوه والايام الوحشه مع بعض حتى الحمد لله طول الوقت. وكمان يعني علاقتنا ببعض مش علاقه زماله ملعب بس، ده اخوه كمان يعني. ده حقيقه حبيب عدوله. كابتن عادل، انا اؤمر. خلينا بقى نتكلم على الكابتن محمد عبد الجليل. نعم. شايف ان هو خد حقه في الملاعب المصريه، خد حقه في كره القدم؟ شوف، انا خليني بس انا اقول لك على حاجه على عبد الجليل علشان بس الناس تعرفها كويس. محمد عبد الجليل من افضل اللعيبه اللي جم في يعني كان ممكن يدخل من ضمن افضل 3-5 لعيبه في الدوري في الكره المصريه. لكن حصلت ظروف ممكن هي ممكن تكون وقفت حائل ما بينه وما بين لكن هو كامكانيات لاعب. لكن عاده احنا اتعلمنا، يمكن هو دلوقتي نجح جدا في قطاع الناشئين في نادي مصر المقاصه، وعامل طفره كبيره جدا، دي حقيقه. ربنا يخليك عادل. وعامل جو كبير جدا. يمكن اللي فادوا الموضوع ده، خلينا نتكلم بصراحه يعني. صح. اللي فادوا صح انه كان شايف ان هو لعيب كبير وكان يقدر، لكن كان في شويه حاجات كده. هو المفترض اللاعب بيبقى محترف، احنا ما كانش عندنا احتراف. ما كانش فيه الملايين وما كانش فيه الاغراءات اللي احنا بنشوفها في الملعب ببلاش.
فخلت حته الكابتن محمد عبد الجليل يبعد شويه عن الاصرار والتحدي. ايوه. ولو كان عنده الاصرار والتحدي كان ممكن يبقى افضل كده، لكن هو لعيب كبير وعمل اداء كويس ومن اللعيبه الكويسه جدا طبعا. حبيبي يا كابتن عادل. وطبعا كابتن محمد عبد الجليل شارك في التصفيات المؤهله لكاس العالم 90، يعني كان ضمن ما شاركش ولا حاجه ما عندناش في التصفيات. لا في التصفيات مش في كاس العالم. انت خدت مكاني ورحت كاس العالم. انت خدت مكانه فعلا يا كابتن. ما فيش حاجه اسمها مكانه. انت خدت مكاني. هو شوف انا عايز اقول لك في لعيبه احنا مدربين دلوقتي، هو راجل مدرب يعني. في لعيب ممكن يبقى لعيب محال 100%، وفي لعيب تاني لعيب تكتيكي 100% اهم من المهاري. اخذونا انا وسابوه وزيد تحت مهاري. ماشي يا عم التكتيكي. ماشي يا سيدي. ماشي يا دول. انا ما رحتش مكانه خالص. لا يا حبيبي ربنا يوفقك يا دول، انت مدرب جامد. عادل من المدربين الجامدين قوي يا احمد. كابتن طبعا كابتن عادل طبعا، يعني احنا طبعا بنبارك لك منصب جديد كمدير فني لفريق الشباب بالنادي الاهلي، وبالمناسبه دي عايزين نعرف بقى اكبر التحدي اللي ممكن تواجهك في المهمه الجديده والمهمه الصعبه دي. لا انا ما عنديش صعوبات في المهمه دي خالص. اثنين، انا ليا اهدافي في المهمه دي، اهداف ولازم تكون اهداف معلنه. انا مش جاي عشان اخد بطوله في السن ده، النادي الاهلي مكتفي ببطولاته. عندنا بطولات كتير، انا شخصيا عندي بطولات كتير جدا في المجال ده، ويمكن في السعوديه خدت افضل مدرب في الفئه ديت لمده 3 سنين، واخد 4 بطولات، وقبل ما اطلع الفرقه الاولى واشتغل في الفرقه الاولى. ده مش هدفي، هدفي حاجه واحده. ايوه كده. هدفي ان اعمل تيم قوي للنادي الاهلي من ابناء النادي الاهلي. ده الشغل بتاعنا، العالم كله الاقتصاد مش قوي، ما فيش اقتصاد قوي. فده الهدف، ان انا اشتغل في الشغل في المكان ده علشان اطلع لعيبه بس. يعني ان شاء الله هنشوف يعني فريق الشباب بيغذي الفريق الاول ان شاء الله في المستقبل القريب. شوف انا ونرجع تاني بقى لنغمه ابن النادي ولاد النادي هم اللي يشيلوا النادي الاهلي. لا انا 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 المفترض ان انا ما بصرحش في حاجه في الشغل بتاعي في الوقت الحالي، لان لسه ما الخطوط العريضه لسه ما اتحطتش. ولكن بالنسبه لي انا يعني انا لما اجي اشتغل في النادي الاهلي ده هيبقى هدفي، لكن انا داخل دلوقتي علشان الكابتن محمد عبد الجليل واتكلم على الكابتن. ربنا يخليك يا دوله وربنا يوفقك عادل. والله انت ابن حلال وتستاهل كل خير. لكن في الوقت ده انا ما اقدرش اتكلم في اي حاجه في شغل في النادي الاهلي، لان لسه ما حطيناش الخطوط العريضه ان شاء الله. ان شاء الله وربنا يوفقك ان شاء الله يا كابتن. خلي بالك احنا في النادي الاهلي. انا 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 شخصيا كعادل، انا لما هاجي اشتغل مش هتكلم ولا اصرح الا شغلك هو اللي هيصرح، لان طب احنا طب كابتن عادل الملعب مش بتوع كابتن عادل اخر حاجه معلش اسمح لك يعني اتكلم فيها. كنت حضرتك تعرضت لبعض انتقادات بعد ما حضرتك مشيت محمد النني من النادي الاهلي. مفيش، ما مشيتش النني من النادي. لا خالص ما مشيتوش مني. طب ايه اللي حصل في الواقعه دي؟ لان عايزين نوضح للناس كلها. ان انا وضحتها كتير، ووضحتها حتى في السعوديه، ووضحتها كمان في صحف انجليزيه قبل كده كلموني وانا مدرب في السعوديه. الموضوع ان انا ما كنتش ماسك سن محمد مني خالص. ضحكوا عليه. اقول لك سر كبير، والكابتن حمدي نوح عايش. اللي ودى ناصر النني المقاولين العرب سؤال كابتن حمدي نوح ليا على محمد النني، قلت له خدوا لعيب كويس، وكان معاه لعيب ثاني اسمه ابو حطب. قلت له خد الاثنين دول لعيبه كويسه. وانا السنه اللي مشي فيها النني من النادي الاهلي ما كنتش متواجد في النادي الاهلي، كنت ماسك قطاع انبي لكره القدم. ده اللي انا التصريح اللي انا بقوله لك. يعني حضرتك بريء من رحيل النني من النادي من قطاع ناشئين النادي الاهلي. وبعدين ما فيش حاجه اسمها بريء. محمد النني المفترض انه ممكن تبرز في حته وممكن ما تبرزش في حته ثانيه. صح بالظبط. دي حقيقه. يعني محمد متفق مع حضرتك. مقاولين العرب زي محمد صلاح بتاع ليفربول او روما او اي حته. يعني ممكن. وبعدين عايز اقول لك حاجه، مش ممكن يعني تلعب بره. اي لعيب من عندنا ممكن يلعب بره ويلعب في انديه كبيره. احنا مصر ولاده، مصر عندها مهاره. بالظبط. لكن الحته بتاعت ان مدرب يمشي، ومش ما فيش حاجه اسمها مدرب بيمشي. وممكن طفره اللعيب تجي له بعد ال 18 سنه وبعد ال 20 سنه. صح دي حقيقه. في ال 15 وال 14 سنه. طب يا كابتن عادل ما بي يعني انت ما هو زي ما بيقولوا ان طب ما بيقولوش ليه تريزيجيه؟ ما هو انت دربته بسم الله ما شاء الله رمضان بالظبط. كذا لعيب يعني. ليه ما بيقولوش 80% من الدوري المصري؟
مش ده حقيقي من النادي الاهلي بس، 80% من الدوري دي حقيقة يا كابتن، دي حقيقة. يعني احيانا انا بقعد اتفرج على ماتش لفرقه الفرقه. طب انا اقول لك حاجه، انا كنت لسه متفرج على مباراه قبل الموسم ما ينتهي بين الشباب السعودي والاتحاد السعودي. 7 لعيبه من هنا مطلعه و7 لعيبه من هنا مطلعه، لقيت اشتغلت في الفرقتين، اشتغلت في الفرقتين، اولمبي وفريق اول، وهنا اولمبي وفريق اول، خدت من الاولمبي وطلعت بيهم الفريق الاول واشتغلت بيهم. ادي دلوقتي دول بيلعبوا 7 قدام 6 بتهيألي 6 في الشباب و 6 في الاتحاد و7 في الشباب. طيب انا حافظ الكور الثابته بتاعتك، اوعى تيجي الفيوم وتعمل عليها الكور الثابته، انت حر، هستناك في الفيوم. ها كابتن عادل، الخط اتقطع، الخط اتقطع بكابتن عادل. طبعا بنشكره شكرا جزيلا على المداخله الجميله دي. كابتن محمد عبد الجليل بقى، خلينا ناخدك في سكه تانية خالص. احنا اتكلمنا على كابتن محمد عبد الجليل كلاعب، النهارده هنتكلم على كابتن محمد جليل او دلوقتي على كمدرب. انت هنشوف الكابتن محمد عبد الجليل مدرب او مدير فني في الدوري الممتاز. بص، هو انا يمكن انا اشتغلت في التدريب، كان اول سنه ليا كانت في الاكاديميه بتاعه النادي الاهلي، وبعد كده رحت مع كابتن وليد ويدي، كانت لسه اسمها الفراعنه، ما كانش المقصه دخلت، كنت مدير فني، مسكت سنه كامله، وبعدين المقصه دخلت. اشتغلت بقى مدرب عام مع كابتن كمال عثمان اول سنه، وبعدين جه كابتن احمد عبد الحليم ربنا يشفيه يا رب ويكرمه، وصعدنا الدوري الممتاز، اشتغلت مع مدرب عام انا وامير عبد العزيز. ولما صعدنا بقى الدوري الممتاز اشتغلت 3 سنين مع طارق يحيى برضو، طارق مصطفى، في الدوري. وبعدين ساعه الثوره كده مسكت الفرقه لوحدي. كان ساعتها انبي عامله بطوله وديه كان فيها 10 فرق من الدوري. كانش فيه يعني الدوري دوره تنشيطيه كده، دوره تنشيطيه. وربنا كرمني وقدرت احرز البطوله دي، كان معايا لعيبه تقال في الملعب يعني، هاني سعيد وايمن عبد العزيز وسامح العيدروس وصاروخ وامير عزمي مجاهد، كانت فرقه محترمه. يمكن قدرت احافظ على الكيان بتاع الفرقه لما كابتن طارق يحيى مشي، وكان فتره انتقال ساعه الثوره ما كانش في دوري. ولما خدنا البطوله اديت اجازه 15 يوم او 20 يوم، وفوجئت ان اتحاد الكره قال الدوري كمان 10 ايام. عم جمعت الفرقه تاني وابتديت فتره اعداد، كان معايا كابتن عمرو انور والكابتن حاتم، ويمكن لعبت 4 ماتشات خدت 4 بونت من 4 ماتشات. بس هو الاداره بقى شافت ان الكابتن حسام حسن يجي يكمل برضو، لان الكابتن حسام ليه باع كبير. واشتغلت معاه مدرب عام برضو سنه كامله، ورجع طارق يحيى تاني، وبعد كده بقى مسكت انا قطاع الناشئين بقى لي 3 سنين، ودي رابع سنه ان شاء الله. دي رابع سنه. هنشوفك قريب بقى مدير فني في الدوري الممتاز. والله انا نفسي يعني، انا اتعرض عليا انديه في الممتاز بيه، بس انا من 10 سنين او 11 سنه عملت ريسك ان انا سبت النادي الاهلي، مش عارف اقدر اعمل الريسك ده تاني ولا عشان دلوقتي بقيت عشره عمر مع نادي مصر المقاصه. لا، مصر المقاصه ده بيتي، وانا يمكن قضيت فيه دلوقتي قد ما قضيت في النادي الاهلي. يعني انا قعدت في النادي الاهلي حوالي 12 13 سنه. انا قعدت في المقاصه دي السنه ال 11 ليا. مناخ محترم قوي، مناخ نظيف، وناس فاهمه، وناس بروفيشنال كده. ويمكن احنا الحمد لله، يمكن انا وكابتن احمد منشاوي في قطاع الناشئين، ومعايا كابتن وليد ويدي والاستاذ محمد مجدي مشرفين على القطاع. يا ريت يا جماعه تفتحوا لنا المشاركات عادي. ايوه، عاملين قطاع محترم يعني. يمكن لما نزلت القطاع الناشئين كان الاساس حلو يعني. طب في محمد من الشرقيه عايز يوجه لك رساله يا كابتن محمد. اتفضل يا محمد. اتفضل يا محمد. صباح الخير يا محمد. محمد. الو محمد، صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا محمد. الو. ايوه اتفضل يا محمد، سامعينك. اتفضل كابتن محمد. ايوه حماد. ايوه كابتن ازاي؟ محمد جيل مع حضرتك. ازاي حضرتك يا ريس؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله، وحشنا والله من زمان. وانت كنت لاعب جامد قوي، الله يخليك، وربنا يوفقك في شغلك وفي عملك. الحمد لله، وربنا يسهلك الحال. وان احنا طبعا انا راجل اهلاوي، اهلاوي صميم. انت منين؟ من الشرقيه. الله يرضى حضرتك. انت منين؟ من الشرقيه. منين؟ من الشرقيه. لا، انا من كفر الشيخ. اهلا وسهلا كفر الشيخ. اهلا وسهلا.
الله يبارك في حضرتك. الله يبارك. انا شرقاوي ومحبيك ومشجعيك طول عمرنا والله. شكر يا محمد. شكر جدا. الله يخلي حضرتك. شكرا يا محمد. بقول لحضرتك انا عندي ولد هاني راس حرب ممتاز جدا جدا. مواليد كام؟ ومواليد 2000. عينيا. بعد رمضان ان شاء الله هنعمل اختبارات ويشرفني ان انت تبعته. عينيا. تحت امرك. شاكرين جدا يا استاذ محمد. خلينا نرجع تاني بقى نكمل حوارنا ونروح لفريق مصر المقاصه. احنا قلنا حضرتك عشره عمر فريق مصر المقاصه دلوقتي حاليا 3 سنين في قطاع الناشئين. شايف فريق مصر المقاصه هيفضل دايما لقب الحصان يحصل على لقب الحصان الاسود في الدوري ولا ممكن ان هو بعد كده ياخد بطولات؟ سؤال حلو. فريق مصر المقاصه بقاله حوالي 6-7 سنين في الدوري. يمكن اخر سنتين مع كابتن ايهاب جلال عمل طفره في الدوري ويمكن حصوله على المركز الثاني. المقاصه من الفرق القليله ان هي بقالها 6-7 سنين وتلعب مرتين في بطوله افريقيا. مرتين ورا بعض دي حاجه كويسه جدا. زي ما بقول لك المقاصه بقالها 6-7 سنين كونت جيل محترم. يمكن لما الجيل ده اتفرغ او باع مثلا 3/4 احنا مش الاهلي او الزمالك ان انت عندك بديل او عندك ستوك تقدر تلعب بيه. انت بتكون جيل جديد. يمكن الكابتن طلعت يوسف السنه اللي فاتت انا كنت مشفق عليه جدا ويمكن ما قدرتش اتواصل معاه اخر لما مسك لان كان 6-7 ماتشات والدنيا كانت مهدده وكان ظروفه. فانا كنت مشفق عليه جدا لان كان معاه تيم يعني زي ما بيقولوا لسه بيغير جلده وكان لازم يلعب بالطريقه دي. وقالوا ان احنا ما بنكسبش. لا هو الكابتن طلعت ما كانش يقدر يعمل غير كده عشان يحافظ على الكيان ويعدي السنه اللي فاتت دي على خير. بالظبط. السنه دي ان شاء الله في صفقات كويسه جايه ومصر المقاصه طول عمرها معروفه ان هي بعينيهم حلوه. عينيها كويسه. عندنا مجدي وعندنا جمال وعندنا اسلام كذا واحد بيعرف يجيب لعيبه. انت فاهمني؟ وعندي قطاع الناشئين دلوقتي طالع من الناشئين لعيبه كويسه جدا. بالظبط. يمكن في اعارات كثيره هنوديها السنه دي والسنه اللي فاتت راحوا. انا طول عمري بتفرج على الدوري يقول لك ده ناشئ انبي ناشئ الاهلي ناشئ الزمالك. طيب انا مستني يقولوا ناشئ المقاصه. محمد من القاهره. استاذ محمد. استاذ محمد صباح الخير. صباح النور. جمهورك كتير يا كابتن. ربنا يخليك. ازيك يا محمد؟ اتفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتنا للكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل. الله يخليك يا محمد. راجل من الناس بصراحه الاهلي والزمالك جمهور الاهلي والزمالك كتير بيحبوه بصراحه. الحمد لله. الحمد لله حبيبي. ربنا يخليك. عندك سؤال يا محمد؟ انا كنت عايز اتكلم عن جزئيه صغيره قوي. يعني هي اكيد الكباتن الكبار كلهم حتى الاعلاميين اتكلموا فيها. بس انا بس عايز افهم حاجه صغيره في قصه مستر كوبر. احنا متلخبطين فيها. تمام. يعني هو دلوقتي الراجل بيلعب بمهاجم صريح اللي هو احمد كوكا مروان. حتى من ايام كاس الامم ودي كان اسلوب لعبه ان هو بيلعب دايما بيلعب مهاجم صريح. تمام. انا شايف ان هو اسلوب خطته دايما بيحب اول ما هو المهاجم المخفي اللي هو من تحت. اللي هو رمضان تريزيجيه محمد صلاح اللي هو الحته دي. أيوة. فانت ليه حته المهاجم الصريح دي ما توفرها وتخليها في نص الملعب كديفندر على سبيل المثال. مثلا انت بتلاعب النني وبتلاعب طارق حامد. ما توفر الحته دي وتخليهم ثلاثه وتخلي الثالث مثلا سام مورسي مثلا او ايا كان مثلا. تمام. فكرتك وسط يا استاذ محمد. فكره حضرتك وسط. تمام. متشكر جدا يا استاذ محمد. طب هنروح بقى يعني استاذ محمد خدنا لسكه المنتخب الوطني واحنا كده في اللقاء كنا رايحين طبعا المنتخب الوطني اللي بيفصله 12 يوم بالتمام والكمان على مونديال روسيا. اولا رايك ايه في طريقه كوبر مع منتخب مصر؟ والله انا مشفق على الراجل دوت اديك انت شايف استاذ محمد بيتكلم حلو في الكوره برضه. ده حقيقة. دي برضه طريقه يعني ان انت بتنزل واحد رابع في نص الملعب وبتلعب. طريق عندك احنا 100 مليون نقول 80 مليون محلل وناقد لا 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 احنا فظاع في الكوره. فانا مشفق على الراجل
بس انا هقول لك على حاجه، لو انا مكان كوبر هلعب بالطريقه دي انا ما مع واقعية لا ما يا اولا وصل نهائي امم افريقيا ولعب النهائي وكان اقرب ان هو يفوز وكان كسبان 1-0 وصل كاس عالم ما اعرفش الناس مسكالي مبهدلينه والطريقه الكابتن جوهر الله يرحمه كان بيلعب بطريقه زيها كده كنا بندافع كويس قوي يمكن انا دلوقتي ما عنديش غير صلاح اللي بيعرف يخلص لو انا ما عنديش الكفاءات ان انا العب مفتوح والعب ان انا الناس دي بقى لها 4 سنين بتتدرب على حته الديفنس او الزون او التقفيل بتاع نص الملعب كويس قوي انا ما ينفعش في اسبوع 10 ايام اغير الراجل ده مش دماغه ان هو يسمع الكلام بتاع مجد او الطريقه او 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 انا ما ينفعش اغير دلوقتي تريزيجيه ورمضان حافظين الحته بتاعت الرجوع ان يقفلوا الحته ديت والباكات اللي على الطرف الاثنين اللي في قلب الملعب ما اقدرش اغير الطريقه دي دلوقتي وانا داخل على كاس عالم يمكن انا شفت له تصريح مع واحد صحفي في مؤتمر قال له لو انا اتغلبت من اورجواي 4 ولعبت حلو يبقى شعورك ايه صح انت اتفرجت على كولومبيا كان فيه هجمات علينا خطره جدا بس اللعيبه قدت اللعيبه على قد انا شايف ان الجمهور بيحب دايما الكره يكون فيها متعه فيها اداء فيها مستوى كويس فيها مستوى مميز حتى يقول لك احنا مش رايحين ناخد كاس عالم بس احنا على الاقل رايحين نلعب اداء مشرف اداء كويس اداء يبسطنا انا كنت اتفرجت على كاس عالم 90 كانت الامارات اتغلبت من المانيا 5-1 محدش فاكر ان الامارات لعبت حلو او وحش اتغلبت 5-1 بالظبط طبعا بسمعة كرة مصر طبعا طبعا انا ما مش هاجي دلوقتي العب ماتش مفتوح وكويس وجد غلب 3-4 او اورجواي مش سهله تفهمني بس انا بطريقه لعب كوبر مع كولومبيا دي اقدر اخطف من اورجواي التعادل لو في كره من الكور اللي ضاعت مننا دخلت كان ممكن نخطف الماتش انا بشوف الراجل ده واقعي جدا بيلعب حسن بيقول ايه مين اللي وقع عليه درويش طبعا رئيس هيئه استاد القاهره معانا دلوقتي على التليفون صباح الخير يا فندم اهلا صباح الخير يا احمد اهلا وسهلا بحضرتك طبعا على ذكر بقى المنتخب الوطني شايف ازاي استاد القاهره مستعد لاستقبال المنتخب الوطني قبل ما ان شاء الله ما يودع القاهره ويسافر لروسيا الاول بس برحب بنجم مصر والنادي الاهلي ربنا يخليك يا سياده اللواء ازي حضرتك الله يخليك الله يخليك يا فندم الله يخليك ومبروك على البرنامج الجديد ربنا يوفقك الله يبارك فيك يا سياده اللواء احنا طبعا احنا جالنا الجواب ان شاء الله التدريبه بتاعت المنتخب الاخير هتبقى عندنا ان شاء الله وهيبقى زي ولاع يعني المنتخب ربنا يوفقهم يا رب ويمتعونا كده ويبقى المباريات النتائج لصالحنا وانا متفائل ان شاء الله فلكن التفاصيل لسه يعني التفاصيل لسه ما بين الاتحاد والامن على الاعداد ومين اللي هيجي لكن انا اعتقد ان هيبقى من هيبقى من المشجعين ومجلس النواب وكله كلنا واقفين في ظهر المنتخب يعني لسه لم يتحدد اذا كان المراد الاخير للمنتخب الوطني على استاد القاهره قبل السفر الى روسيا بجمهور او من غير جمهور لا اعتقد ان شاء الله هيبقى هيكون في جمهور ان شاء الله طبعا لازم نودع المنتخب وكلنا واقفين في ظهره هو وربنا يكرمهم يا رب ان شاء الله ان شاء الله ده انما لسه ده امتى هيقرر بصفه رسميه يا سياده اللواء ان هيكون المران هيبقى بجمهور او غير جمهور او بدون جمهور ان شاء الله هيبقى بجمهور انا ان شاء الله يوم 9 جاي كده بس التفاصيل لسه ما جاتش 9/6 ان شاء الله باذن الله ده وداع المنتخب الوطني يا جماعه في استاد القاهره ان شاء الله قبل السفر لمونديال روسيا طيب خلينا بقى نتكلم في نقطه ثانيه مديونات الاستاد على الانديه اتساوت ولا لسه لا في مديونات واتحاد الكوره برضه سمعنا ان هي وصلت ل 5 مليون جنيه لا ما هو اتحاد الكرة يعني شبه سوينا المديونية خلاص مع كابتن هادي كابتن هاني ابو ريده وفعلا بدأوا يدفعوا في المديونية القديمة واللي بيدفع الجديد النادي الاهلي بيدفع الجديد وبيدرس القديمة وعلى وعد ان هو هنخلصها ونتنازل عن القضية ان شاء الله لان إن شاء الله. الاندية الكبيرة واتحاد الكرة ونادي الزمالك يعني ما يصحش يكون في بين الهيئه وبينهم قضاء يعني او محاكم
لكن دي انت عارف دي امور لازم ولابد منها، لان ده مال عام والاجهزه الرقابيه لازم ناخد رد فعل لما بيكون المديونيه ما اتسددتش، وانت عارف ان فتره الثوره كانت يعني وباء على الكل. اللي في طريقنا للحل احنا حلينا مع اتحاد الكوره والنادي الاهلي في طريقنا للحل معاه ان شاء الله. ونادي الزمالك لسه متعشمين انه نوصل لحلول ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ اللواء. لا شكرا عزيزي مدرب. شكرا تمام. كده سيد القاهرة ان شاء الله يعني هيكون هشهد يوم وداع المنتخب الوطني اخر مران ليه هنا في القاهرة قبل السفر روسيا ان شاء الله يوم 9/6 ان شاء الله يكون محضور جمهوري ان شاء الله ربنا يكرمهم باذن الله. والمناسبة دي شايف بقى حظوظ منتخبنا الوطني قبل ما اطلع لفاصل ونرجع تاني. والله هو زي ما قلت لك احنا قادرين ان احنا نعدي ماتش اورجواي ان شاء الله حتى نطلع ببونت، انما هنكسب روسيا ان شاء الله. ان شاء الله السعوديه ان شاء الله هنكسبها، نكسب روسيا على ارضها وسط جماهيرها. لا ما فيش الكلام ده كان زمان. لا بص انا كان زمان اخاف من الحكام والجمهور لا دلوقتي خلاص الحكام دلوقتي الدنيا مفتوحه دلوقتي ما فيش حكم هيجي مع بلد ضد بلد عشان ارضها والكلام دوت انتهى الموضوع دوت ده كان زمان قوي. انما احنا حظوظنا كويسه جدا ان احنا نصعد احنا اورجواي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. دلوقتي نطلع فاصل، بس قبل ما نطلع فاصل طبعا احب افكركم بسؤال حلقتنا النهارده، كم منتخب افريقي شارك في مونديال كاس العالم عبر تاريخه؟ طبعا الاجابه على السؤال عبر صفحتنا على الفيسبوك. نطلع فاصل ونرجع في فقره مهمه جدا، فقره هقول الحق مع الكابتن محمد عبد الجليل. رجعنا لكم تاني وفقره هقول الحق. كابتن محمد جاهز؟ والله العظيم لأقول الحق. هقول الحق. هقول الحق. تمام. أول سؤال معانا في فقرتنا النهارده أقول الحق، مين أفضل رئيس نادي في مصر؟ حافظ الألقاب طبعا الكابتن محمود الخطيب، المستشار مرتضى منصور، الأستاذ فرج عامر أو المهندس فرج عامر، اللواء محمد عبد السلام. اختار بقى. يعني هو أنا شهادتي مجروحة بس بأمانة اللواء محمد عبد السلام بعد الكابتن صالح سليم. الراجل ده راجل فاهم، راجل بروفيشنال باشا. لو محمد انا احب المستشار مرتضى. انا عضو في نادي الزمالك. حاجه تفرح في نادي الزمالك. برضو المستشار مرتضى عامل شغل مع فرقه الكوره وفي النادي الاجتماعي. كابتن خطيب بعد 4 سنين كابتن خطيب احسن لعيب كوره في مصر. شايف الإدارية محتاج خبرة شوية؟ لا ما اعرفش لسه هو لسه ما تقدرش تحكم لانه لسه نحكم بعد 4 سنين. الباشمهندس فرج بيعمل على قد ما بيقدر وعامل طفرة مع نادي سموحة، انما اللي هو محمد لا حاجة تانية يعني في كرئيسة النادي. تمام. نخش بقى على السؤال اللي بعده. اتفضل. واحد من هؤلاء يستحق تدريب منتخب مصر الأول بعد هيكتور كوبر، حسام البدري، حسن شحاته، ميدو، ايهاب جلال، وانا احط اختيار خامس من عندي كابتن حسام حسن. كان المفروض يتحط صح عشان كان المفروض يتحط فعلا. يعني نمره واحد كابتن حسام البدري. كابتن حسن شحاته طبعا عمل اللي عليه مع منتخب مصر يعني عمل اللي عليه وزياده يعني فرحنا كتير يعني. انما الدور دلوقتي كابتن حسام البدري. حسام البدري. ويجي بعديه كابتن حسام حسن. ايهاب لسه ممكن كمان سنه او سنتين اقول لك يمسك منتخب مصر. وانا عندي معلومه شبه مؤكده ان حسام البدري هيكون مديرا فنيا لمنتخب مصر. يستاهل. في حاله عدم تجديد عقد هيكتور كوبر. يستاهل الكابتن حسام. بامانه يعني. السؤال الثالث. اكتر واحد ظلمه الاهلي السنين اللي فاتوا. الكابتن حماده صدقي، الكابتن ربيع ياسين، الكابتن هاني رمزي، الكابتن محمد ابو تريكه. كابتن ربيع ياسين. ربيع ياسين. ليه؟ الراجل عمل انجاز مع منتخب الشباب وعلى مدار 20 سنه ما شفتش الكابتن ربيع ماسك في الفريق الاول ولا في قطاع الناشئين. كان يستحق ان هو يحصل على فرصه داخل النادي الاهلي. طبعا يعني واحد بقيمه الكابتن ربيع دي كان لازم يمسك في الجهاز او هو كان دلوقتي هو يبقى مسؤول عن الجهاز او يتحط اسمه كمدير فني اجنبي او يمسك قطاع ناشئين في النادي الاهلي او يمسك فرقه كبيره في النادي الاهلي في قطاع الناشئين. بس كابتن ربيع اكبر من ان هو يمسك قطاع ناشئين دلوقتي او فرقه في قطاع الناشئين يعني يمسك قطاع الناشئين. كابتن ربيع كان ماسك الانتاج الحربي السنه اللي فاتت قطاع ناشئين بحكم ان انا في القطاع الناشئين وكده. عمل طفره كويسه جدا كابتن ربيع. تمام.
السؤال الرابع، افضل لاعب خرج من المقصه منذ صعوده للدوري الممتاز؟ حسين الشحات، ميدو جابر، احمد الشيخ، محمود دونجا. نمره واحد الشيخ، نمره اتنين حسين الشحات، بس هو الشيخ اثر جامد. تخيل بص الاربع لعيبه دول بحجم، بص عاملين ازاي، اما يمشوا من فرقه واحده لازم الفرقه تتاثر. بص انت كنا بنتكلم على المقصه، شفت الاربع اسامي دولت تقال قوي. طيب ماشي، السؤال الخامس، اكتر لاعب ظلم نفسه في الكره المصريه دلوقتي؟ باسم مرسي، شيكابالا، صالح جمعه، وعماد متعب. لا عماد ما ظلمش نفسه. عماد عمل تاريخ. شيكابالا ما ظلمش انه لغايه دلوقتي في منتخب مصر. لكن باسم وصالح انا محتار فيهم الاثنين. صالح لعيب كوره عالي عالي قوي قوي. باسم من الهدافين، وانا قابلت باسم مره قلت له يا باسم ما تهتمش بالحكام او ما تهتمش بالاعتراضات الكتير، او كان دايما يجيب جون كل ماتش، فكان لما ما يجيبش جون كان يبقى متعصب قوي، فقلت له ما تحطش في دماغك الحته دي. تمام. صالح انا ما اتقابلتش معاه، انما صالح بيفكرني بنفسي. طيب ماشي يا كابتن، هذا اللاعب رحل عن الاهلي قبل اوانه وفشل الاهلي في تعويضه، ابو تريكه، محمد بركات، وائل جمعه، عصام الحضري. ابو تريكه. ابو تريكه. مين فيهم مشروع رئيس للزمالك في المستقبل؟ حازم امام ولا شيكابالا ولا عمر جابر ولا عبد الحليم علي؟ حازم. حازم امام. الكاركتر بتاعه حلو. وعبد الحليم برضو الشخصيات المحترمه. شيكابالا وعمر لسه شويه. لسه ممكن لسه شويه. افضل رئيس لاتحاد الكره في التاريخ مع حفظ الالقاب، هاني ابو ريده، سمير زاهر، حرب الدهشوري، جمال علام. بالنتائج سمير زاهر الله يرحمه. الله يرحمه. وماشي على خطاك كابتن هاني ابو ريده، محقق دلوقتي برضو انجازات حلوه، يعني انت وصلت نهائي افريقيا وبرضو وصلت كاس عالم، دي مش قليله في ظل الظروف برضو اللي عاشتها البلد الفتره اللي فاتت، انت محقق انجازين حلوين. فيمكن نمره واحد سمير زاهر، نمره اثنين كابتن هاني ابو ريده ان شاء الله. ان شاء الله. هذا اللاعب سيسجل لمصر اول هدف في المونديال ان شاء الله ويرحمنا بالكابتن مجدي عبد الغني. محمد صلاح، تريزيجيه، عبد الله السعيد، مروان محسن. اتمنى محمد صلاح عشان ياخد احسن لاعب في العالم ان شاء الله. يعني محمد، طبعا على ذكر محمد صلاح انا كده يعني فقره هقول الحق خلصت. على ذكر محمد صلاح هنروح لتقرير لمحمد صلاح ونرجع مع حضرتك تاني. ماشي، نروح نشوف التقرير ورجعنا لكم تاني في الجزء الاخير من كوره على الهادي. وطبعا انا بعتذر لكل الناس اللي حاولت ان هي تشارك معانا في البرنامج، كميه هائله من المكالمات يا كابتن محمد، لكن طبعا نظرا لديك وقت البرنامج احنا بنعتذر لهم جدا لان مش هنقدر ان احنا ندخلهم يشاركوا معانا في البرنامج مع الكابتن محمد عبد الجليل. خلينا في اخر جزء في حلقتنا النهارده بقى نتكلم شويه عن منتخبنا الوطني، وشفنا تقرير لمحمد صلاح. شايف محمد صلاح قادر على قياده المنتخب في المونديال ان شاء الله؟ شايف بعزيمته واصراره يقدر ان هو يرجع من اصابته ويقود المنتخب ان شاء الله؟ يعني هو محمد شخصيه محترمه وشخصيه قريبه من ربنا، وربنا مش هيتخلى عنه. هيقدر يقود الفريق ان شاء الله، وانا متفائل ان هو هيبتدي ماتش اوروجواي ان شاء الله. محمد ليه تقل في الملعب لما يبقى موجود زمايله. يعني بحس ان في تقل في الملعب كده، بحس ان زمايله بيسندوا عليه او في اي لحظه ممكن يجيب جون. يعني يمكن ماتش البرتغال جايب جون من نص فرصه، يعني ما حدش يحط الكره دي الا لعيب كبير. طب يا كابتن لا قدر الله، يعني لا قدر الله ان محمد صلاح غاب عن مباراه أوروجواي مصر الاولى امام اورجواي، مين بديله في الملعب؟ في الماتش اللي فات جرب تريزيجيه، في ورده، في شيكابالا. شيكابالا لو ابتدى ولعب في دماغه شويه، يعني شيكابالا عيني بحس ان هو بيتأيد بكلام الراجل عشان يرجع يدافع اكتر منه يهاجم. وشيكابالا حته الدفاعيه عنده مش قويه قوي يعني. انما شفت الماتش اللي فات ده، احمد فتحي الله يبارك له، يعني فظيع، يعني كان بيلعب عليه ثلاثه. يمكن تريزيجيه ما قدرش، مميز جدا امام كولومبيا. وطارق حامد، انا يعني طارق حامد بص على رودريجيز بتاع كولومبيا ده،
عمل كل حاجه في الكوره. لو مش كان معاه طارق حامد كان تعبنا اكتر، زهقوا فشل. لا بس طارق يعني في اتنين لو شلتهم من منتخب مصر بعد محمد صلاح. يعني انت شايف ان اهم لاعب بعد صلاح في المنتخب طارق حامد؟ طارق حامد وحجازي. طارق حامد وحجازي بص الخط دوت اللي في القلب ده ده مهم جدا. عمود الكردان بتاع العربيه ده حجازي وطارق حامد وصلاح قدام. الثلاثه دولت انا شفت حجازي الماتش اللي فات في الكوره العرضيه تحفه يعني. طارق حامد ربنا يحميه ويفضل على المستوى دوت فظيع يعني، الله اكبر عليه يعني. يمكن رودريجيز ده من احسن اللعيبه في العالم. تعبه تعبه، واتمنى اتمنى ان يفضل على مستوى كده. طارق ممكن يحترف بسهوله قوي بره، سهل جدا جدا. اللعيبه الرجاله. حجازي ليه تقل برضو كده، و الماتش اللي فات بيلعب بسلاسه كده، وبحس ان هو بقى لعيب كبير. عارف انت الاحتراف برضو طبعا. لعيب كبير قوي، تقل تقل وعنده ثقه بنفسه ما شاء الله. ارقامه مميزه جدا في الدوري الانجليزي. يعني شوف احمد فتحي برضو من الناس اللي كبيره في السن، انما كبيره في اللعب، اللعيبه اللي بتحافظ على نفسها كده فظيع. الله اكبر عليه. لعب عليه الماتش اللي فات كان ثلاثة بيلعبوا عليه. يمكن تريزيجيه ما عملش الواجب الدفاعي قوي ان مش عدلته، بقى له فتره ما بيلعبش ناحيه اليمين. الكولومبيا كانت بتغير الملعب من اليمين للشمال كل شويه. الباك ليفت بتاعهم واقف على الخط على طول، زائد رودريجيز بيرمي عليهم هناك، زائد ناحيه الليفت كان عندهم، ففي ثلاثه كان بيلعبوا على احمد فتحي بالزبط. والله اكبر وقفهم يعني. طب كابتن طبعا في نهايه حلقتنا بقى النهارده عايزك يعني تقول رساله لكل جمهورك. كنت وحش الجمهور كلها، ربنا يخليك بجد. يعني كميه اتصالات رهيبه زي ما بلغونا يعني في الكنترول لحد وقتنا هذا، لحد ما احنا بنتكلم. الله يخليك. حابب تقول ايه بقى لجمهورك؟ يعني انا بشكرهم على ان هم لسه فاكرين محمد عبد الجليل، وافتكر ان انا الكام سنه اللي لعبتهم ديت في النادي الاهلي او في منتخب مصر او سنتين بتوع نادي الزمالك، يمكن قدرت اسيب علامه في الكوره في مصر. بعض الاهداف اللي انا حققتها لسه بتتجاب لغايه دلوقتي. بنبسط لما الناس بتبقى لسه فاكراك بعد مرور 20 او 25 سنه من ان انت بطلت كوره. في ناس كتيره لبسوا فانيلة الاهلي، في ناس كتيره عدوا في الملاعب المصريه. الحمد لله ان انا سايب ذكرى كويسه. اما بقى عايز اتكلم على منتخب مصر. يعني الناس اللي بتهاجم الراجل كوبر دوت او بتهاجم منتخب مصر، مش بتهاجم على الطريقه الدفاعيه او بقول لهم طب احنا لو ما حققناش حاجه في كاس العالم الراجل كده كده هيمشي. هيروح يمسك اي حته تانية. احنا اللي هنبقى فيها، احنا اللي موجودين فيها. ارجو التفاؤل، ارجو تشجيع منتخب مصر. مالناش دعوه بالطريقه، مالناش دعوه بطريقه اللعب دي بتاعتهم هم، واللعيبه خلاص اتاقلمت على كده. يا جماعه كل واحد زي ما بيقولوا يعني يخليه في شغله زي ما بيقولوا، او يعني كل واحد يسيب الراجل يشتغل. الراجل ده بالزبط. راجل فاهم هو بيعمل ايه. فاتمنى خير ان شاء الله. ان شاء الله كل خير ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن محمد، نورتنا وشرفتنا يا كابتن محمد. شكرا يا كابتن احمد. شكرا حبيبي. طبعا يعني خلصت حلقتنا، لكن قبل ما انهي حلقتنا احب طبعا اشكر مخرجنا طبعا الكبير استاذ محمد حسن، رئيس تحرير حسن السعداني، بروديوسر رضوى الجبري، وفريق الاعداد طبعا المميز مصطفى عبده واحمد سعيد ويحيى عبد الرحمن ونسمة عمار وعبير ناصر. وكمان احب اشكر الاستاذ وائل جمال والمستشار طارق بدوي والاستاذ احمد فتحي والاستاذ عبد الرحمن عرفه، لهم دور كبير جدا في البرنامج. وطبعا احب طبعا النهارده اقول لكم خلصت حلقتنا، والى اللقاء ان شاء الله في حلقه جايه ان شاء الله. السلام عليكم.